السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم وأرحب بالسيد الدكتور جمال دلمي، أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، وشهادة الدكتوراه وشهادة الماجستير في العمارة والبيئة من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وواحد المهتمين بالهندسة المعمارية والفن والعمارة والحياة الحضرية المعاصرة مع المحافظة على التراث بمدن العالم الإسلامي. من المنحة الدراسية قادته إلى الصين كما عمل مستشارا لمدير متحف الفن الإسلامي بكوالالمبور بماليزيا لمدة 3 سنوات، وكان له دور مهم في إدارة شؤون المتحف وتنظيم العديد من الفعاليات والمعارض بماليزيا. وقد أخذ الدكتور جمال على عاتقه توسيع شبكة علاقات عالمية بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجامعات الحكومية وغيرها في مجال التعليم والبحث العلمي والاستشارات التقنية ككلية العمارة وتخطيط البيئة بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا وجامعة ليمكو كوينج للتكنولوجيا الإبداعية بسيبيرجيا وجامعة تونيك للتكنولوجيا بماليزيا. وفي سنة 2010 ساهم في المشاركة في تأسيس كلية العمارة والتصميم والتخطيط وإعداد الدفعة الأولى من خريجي الكلية كمهندسين معماريين بمنطقة القصيم بالمملكة. ولقد شارك الدكتور جمال في العديد من المؤتمرات والندوات، منها مؤتمر العمارة الأورو متوسطية ببرشلونة أسبانيا، ورشة عمل عن الفن الإسلامي بزنجو هو بالصين، ومؤتمر التخطيط العمراني بماليزيا، ومؤتمر التراث بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، ومؤتمر الاستدامة بأسبانيا وبفنلندا، كما حاز أيضا على عضوية ببعض المؤسسات بأوروبا. وإن شاء الله مشرفنا النهاردة عشان نتعلم منه موضوع زيرو إنرجي. وألف شكر لحضرتك. دكتور جمال اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ بجد أشكر مؤسسة بيم أرابيا على رأس الأستاذ عمر السليم، وإن شاء الله يعني كنا ندفع في عملية دفع التنمية في العالم العربي والتوعية في عالم البناء والاستدامة والتكنولوجيا البناء. موضوع اليوم هو في الحقيقة صح التعبير من المواضيع الجديدة الآن اللي ظهرت في النيو ميلينيوم، يعني الفترة الأخيرة، وهو الحفاظ على الطاقة، المباني الصفرية أو زيرو انرجي بيلدينج أو نيت زيرو انرجي بيلدينج، حقا عندها عدة مسميات لكن كلها تصب في تقليل الطاقة، في الاستفادة من الطاقة والحفاظ على البيئة والاستدامة. طبعا الموضوع ده في الحقيقة يحتاج إلى عدة جهود كبيرة، يعني طبعا محاضرة اليوم حتكون في البداية حاعطي الكونسبت اوف نت زيرو انرجي بيلدينج، يعني ايش فكرته مفهومه، ثم راح نجمع بين منظومة البيم ومنظومة النيت زيرو انرجي بيلدينج، ثم راح نتكلم شوية عن بعض الريسبونسبيليتيز اند كوميونيكيشن في التخطيط والتصميم، ثم عالم الرقمنة في نيت زيرو انرجي بيلدينج. طبعا اول بدء نتساءل عن دور الاستدامة او التصميم المستدام في العمارة. تعرفوا ان حوالي الان الاقبال كثير من الحكومات تخطط وتعمل خططها السنويه والخمسيه والعشريه على بناء الاقتصاد من اجل توفير بيئه لراحه المواطنين، فدائما نعرف انه فيه مشاكل ظهرت في العالم، منها الجلوبال وورمينج، نفاذ الطاقه، التفكير في البدائل عن في حالة نضوب طاقة تكون بدائل ثانية. في الحقيقة مفهوم الاستدامة أو العمارة المستدامة هو عبارة عن مصطلح يشع ظهر من أجل وصف بعض التقنيات التصميمية للوعي بالبيئة المحيطة في بيئتنا العمرانية مع علاقتها بمجال الهندسة المعمارية والهندسة المساندة إن صح التعبير. فعملية تصميم المباني هي عملية تكون عملية بأسلوب يحترم البيئة،
مع اخذ في الحسبان او الاعتبار التقليل من استهلاك الطاقه والمواد والموارد الطبيعيه، مع تقليل هذه التاثيرات على البيئه في الانشاء والاستعمال، مع الانسجام مع الطبيعه والحفاظ على هذه الموارد من اجل الاجيال القادمه، يعني ابنائنا وابناء ابنائنا، حتى يعيشوا في امن وسلام ويتمتعوا بنفس المزايا او احسن مما احنا نتمتع فيه الان. وكذلك هو دور كبير اللي هو من خلق الانسان كخليفه الله في الارض، يعني رب استخلفنا في هذه الارض من اجل تعميرها وليس الفساد، او من اجل تحسين مستوى المعيشه، لان الله كرم بني ادم. فاحنا كنا نصب في هذا المضمار ان صح التعبير. طبعا عرفوا انه خريطه العالم متقسمه كبيئه مناخيه الى مناطق حاره ومناطق بارده، بمعنى هناك فيه مناطق بارده تحتاج الى تسخين ان صح التعبير، وفي مناطق حاره تحتاج الى انظمه التبريد من اجل توفير بيئه مريحه وبيئه يعني يجد الانسان فيها طمانينه وراحه. لاجل ذلك في السنوات الاخيره زي ما قلت ظهر مفهوم الزيرو انرجي بيلدينج، حتى زي ما قلت عنده عده مسميات، يسمى زد اي بي زيرو انرجي بيلدينج، يسمى ايضا نيت زيرو بيلدينج او نت زيرو انرجي بيلدينج او نت زيرو بيلدينج، كلها حتى مسميات تصب في نفس المفهوم. فكره المباني الصفريه ان صح التعبير باللغه العربيه هي عباره عن مباني تكون تقلص في استهلاك الطاقه، وكذلك تقلص في الانبعاثات الغازيه للبيئه، معناها تكون هذه مباني صديقه للبيئه. طبعا هي في الحقيقة لما بعض الناس أشيع أو انتشر مفهوم لدى عامة الناس، يعني لما نتكلم عن استهلاك الطاقة على طول الناس تفكر في الألواح الشمسية. في الحقيقة الموضوع أكبر من الألواح الشمسية أو أكبر من التصميم، هو عبارة عن منظومة متكاملة في لما المبنى يكون من ناحية التصميم، استعمال مواد البناء، الأنظمة الميكانيكية، الأنظمة الكهربائية، محاكاة مع الطبيعة أو استغلال التهوية الطبيعية، الإنارة الطبيعية، يعني كلها في الحقيقة عبارة عن مصفوفة من العوامل لتكون متكاملة من أجل إنتاج إن صح التعبير مبنى ذي طاقة صفرية. طبعا من خصائص هذه المباني الصفريه، اول حاجه هو استعمال او احتياجات الطاقه. تعرفوا احتياجات الطاقه هو عباره عن تقليل الى الحد الممكن من التقليل عمليا عن طريق العزل، يعني العزل بالمواد وادوات العزل صح التعبير، او المعالجات المعماريه، زياده استخدام الاناره الطبيعيه يعني الداي لايتنج، كذلك زيادة التنشيط في الحرارة لكتلة المبنى، هذه كاحتياجات للمباني الصفرية. نجي لنقطة استعمال أو استخدام الطاقة، يكون عن طريق تقليل عدد المحطات اللي تنتج الكهرباء وتنتج الطاقة قدر الإمكان اقتصاديا، يعني على قد أزمج أز وي كان، من أجل استعادة الحرارة وزيادة كفاءة أنظمة التكييف وأنظمة التبريد وما إلى ذلك مما يستعمل في المباني. بالإضافة كذلك من متطلبات أو من خصائص المباني الصفرية اللي هي متطلبات الطاقة، تكون هذه المتطلبات عبارة عن احتياجات أو استخدام، حيث يتم تغطيتها بشكل كبير من خلال إنتاج الحرارة والكهرباء في موقع المبنى صح التعبير او المحيط المجاور له من مصادر متجدده عن طريق استخدام او استغلال الحراره الشمسيه، استغلال المضخات الحراريه،
التدفئة المحلية بالإضافة إلى أدوات التبريد والتسخين المستعملة بالوقود المتجدد. طبعا ممكن كمان نختصرها في هذا المخطط، تعرفوا أنه فيه احتياجات، فيه استخدام، وفيه أيضا مصادر للطاقة. هذه الاحتياجات تكون عبارة عن إنارة، عبارة عن تهوية، عبارة عن تسخين للمياه، عبارة عن تبريد، عبارة عن تحمية وتسخين. هذه كلها تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى موارد، ممكن ننظر إليها كمان بهذا المخطط، حيث أننا لاحظ أنه فيه صح التعبير ريفرنس بندريس للمبنى في الموقع، يعني الاستعمال سواء عن طريق المدخلات للمبنى والمخرجات، هذا فيما يخص المبنى، بالإضافة إلى البيئة أو الموقع المحيط أو سياق المبنى اللي هو البيئة المجاورة للمبنى، لنجيب منها صح التعبير أو نستورد منها مصادر الطاقة، تكون عبارة عن موارد طبيعية وموارد ميكانيكية تستغل الطاقة الشمسية وسائر المصادر. طبعا ليش أو ما هي قيمة هذه المباني السفرية؟ طبعا هذه المباني السفرية حيكون عندها عائد على المستخدم، ويكون عائد على مالك للمبنى، كذلك يكون عندها عائد واستفادة من الكونتراكتر اللي هم المقاولين وسائر العمال اللي داخلين في المنظومة، بالإضافة إلى التشريعات والريجوليشن. الآن في بعض البلدان المتقدمة صارت فيه تشريعات صح التعبير، وصار فيه إلزام لبعض الناس أو للسكان من أجل تقليل استخدام الطاقة، ومستقبلا بمرور الزمن هذه المباني السفرية حتصير مش فقط يعني حتصير ضرورة ملحة لصحة التعبير، لأنه فيه energy saving control راح يعطي كمان كواليتي للبيئة الداخلية، يعطي جودة، يعطي راحة حرارية للإنسان. هذه العوائد اللي تعود على الفرد، تعود على المستخدم، تعود على الكونتراكتر، وتعود أيضا حتى على الحكومات أو المنظومة البلدان، تدخل فيها المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فيه بعض المبادئ لاستخدام الطاقة أو تصريف المخلفات. طبعا أول حاجة اللي تكون تعتبر هي الباكبون أو صح تعبير الهيكل العظمي في هذا المفهوم، اللي هو البيلدينج انفلوب، اللي هو غلاف المبنى. طبعا غلاف المبنى هو عبارة عن صح تعبير قوقعة أو قشرة تحمي المحيط الخارجي أو الظروف البيئية الخارجية للمبنى الداخل، يعني هو عبارة عن جدار بين الداخل والخارج. هذه الغلاف المبنى راح يكون عنده تأثير ويكون عنده سيطرة على التدفق الحراري وطاقته، على حركة الهواء الداخلية، على الرطوبة، على التسريب، على التحمية أو التسخين والتبريد، كل هذا من أجل occupant comfort، يعني راحة الإنسان في بيئته الداخلية، سواء راحة كعود عندها عائد على صحة الإنسان وعلى سلامته وعلى قناعته. طبعا فيه من بين المبادئ لهذه المباني السفرية، من أجل توجد الحفاظ على اللود اللي هو الأحمال الحرارية للمبنى، فتوجد بعض المكاسب وبعض الخسارة لهذه الأحمال
تتمثل في الطاقة للمباني من أجل الحفاظ على هذه الظروف المطلوبة داخل مساحة المبنى. يعني داخليا يجب أن تكون فيه أنظمة للبناء تعتمد على هذه الأحمال الحرارية وأحمال الطاقة، تفرضها الظروف المناخية اللي تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى. هذه الظروف اللي تكون خارج المبنى عن الظروف المناخية وتكون عندها تأثير على الداخل، لأنه هذا عنده تأثير على كمية استهلاك واستهلاك الطاقة وكمية ضياع الطاقة أيضا. فتوجد في الحقيقة عدة أدوات للناقلية الحرارية، تتمثل في الكوندكتيفيتي، تتمثل في الكونفكشن اللي هو والإشعاع الحراري. هذه الناقلية في الحقيقة عبارة عن توصيل لتدفق الحرارة في المبنى عبر مواد صلبة أو تكون من المدفأة إلى المحيط الداخلي في الغرفة عبر الجدران والأسقف والألواح الأرضية، في عدة أدوات لتحمي لناقلية الحرارة. الحمل الحراري طبعا هو انتقال هذه الحرارة عن طريق حركة الهواء الساخن من سطح أكثر برد إلى سطح أكثر برودة. يعني لما تكون عندي غرفة باردة، لما نفتح المدفأة راح تنقل الحرارة وتنشر الحرارة أكثر. أحيانا تكون في بعض التسريبات أو بعض الفتحات أو تشققات في النوافذ وفي الأبواب، تكون سبب يكون عندها تأثير على البيلدينج انفلوب، يعني راح يكون فيه ضياع وهدر للطاقة. من بين الأدوات لنقل الحرارة أيضا الإشعاع، هو عبارة عن طريقة من طرق انتقال الحرارة بواسطة موجات كهرومغناطيسية من سطح أكثر دفء إلى سطح أكثر برودة. يعتمد طبعا هذا الإشعاع الحراري على الموقع، على التوقيت في على مدار السنة، يعني في الفصول ما بين في فصل الشتاء، فصل الصيف أو الخريف أو الربيع، يعني على حسب الفصول هذا التوقيت يكون مهم، يكون عنده تأثير بفعل العوامل البيئية. ايضا الوقت كذلك او العامل الزمني خلال اليوم، يعني في الصباح درجه الحراره تكون نازله جدا، في منتصف النهار، في المساء، في الليل، في اخر الليل، يعني هذه التوقيتات عندها تاثير على الاشعاع الحراري. بالاضافه الى توجيه المبنى، توجيه المبنى كذلك راح نشوفوا بعدين بعض الامثله على كيفيه اثر توجيه المبنى في الطاقة الحرارية للمباني أو في المباني الصفرية. من بين الناقلية، ناقلية الحرارة، فيه كمان ناقلية لتسرب الرطوبة. في الحقيقة على تسرب الرطوبة نلقاها كثير، هو عبارة عن مياه أو صح التعبير قطرات الندى. هذا الماء اللي موجود في البخار، موجود على شكل سائل، يكون موجود على شكل صلب، يعني عنده عدة حالات. هذه الرطوبة راح تتحلل في مع مواد البناء ويكون عندها تأثير سلبي، حيث تأثر عليها سلبا وتؤدي إلى تدهورها وتلفها عندما تكون الرطوبة عالية، يعني تأثر في المباني. طبعا هذه الرطوبة عندها محتوى أو كونتنت، عندها نسبة كتلة الرطوبة تكون موجودة في المواد الصلبة، عندها نسبة بالنسبة للكتلة العامة أو الجافة الصلبة. يعني بالإضافة إلى درجة الحرارة، توجد درجة حرارة عبارة عن منحنى زي ما تشوفوا في المخطط، لدرجة حرارة ثابتة لمادة يوجد بها محتوى من الرطوبة، يؤدي بالمقابل إلى زيادة في نسبة معينة في المحيط المجاور أثناء بعض التوازنات. يوجد كذلك
انتشار او امتصاص متساويه معتدل في الرطوبه، حتى لما تزيد كميات الحرارة في بعض المواسم، هذه تختلف في بعض المناطق خاصة المناطق الساحلية تكون فيها رطوبة عالية، أحيانا الانخفاض يؤدي إلى بعض التوازنات في بعض المباني، يكون عندها تأثير زي ما نشوف أحيانا تكون بعض التسريبات لغياب الموانع او العوازل. في بعض الاكسبيرمنت او بعض التجارب عن كيفيه مرور الرطوبه وقطرات الماء او الندى يعني من المحيط الخارجي الى الداخلي، وهذا يؤثر كثير على مواد البناء ويؤثر على المبنى عبر الزمن. طبعا هذه التسريبات احيانا تكون زي ما قلت نتيجه لبعض الفتحات تؤدي الى بعض المويستشر دامج، وهذا يكون بسبب الاوبتمايزيشن اوف بيلدينج فورم، يعني احيانا تكون فيه نقل البخار الماء مقابل التسرب في حاجز التبخر، يكون هذا عنده علاقة بنسبة أو عامل شكل المبنى، بالإضافة إلى نسبة هذا التضام أو الإدماج في حجم المبنى أو الأسطح. طبعاً القشرة الخارجية للمبنى إن صح التعبير أو ما يسمى بالسكين يكون عندها بعض الباريرز أو بعض الحواجز الفيزيائية بين الداخل المكيف، يعني لما يكون فيه تكييف أو تحمية أو تسخين، وخارج المبنى في الحقيقة هذه القوقعة، قوقعة المبنى أو ما يسمى بالسكين تكون عبارة عن حاجز من أجل الحماية. ممكن هذه كمان نصورها ممكن في بعض الإيحاءات أو بعض الاستعارات من الطبيعة، على سبيل المثال السلحفات أو بعض الحيوانات تكون عندها الفرو ولا عندها بعض السكين من أجل التحمية، فنفس الفكرة حقت المبنى من أجل الحماية وعدم السماح بفقدان الحرارة الداخلية. طبعا زي ما نعرف انه المبنى متكون من عدة عناصر، بعض العناصر هذه مصمتة وبعضها شفافة، المصمتة متمثلة في الأسطح، في الأرضيات، في الأسقف، في الجدران، هذه كلها تعتبر مصمتة، وعندنا عناصر شفافة مثل الفتحات اللي هي الأبواب والشبابيك. طبعا الغلاف المبنى عنده تأثير على نوعية الحرارة الداخلية للمبنى، على الثيرمال كومفورت اللي هي الراحة الحرارية، عنده تأثير كذلك على الساوند بروتكشن كمان يدخل في الراحة النفسية اللي هو العزل الحراري، بالإضافة إلى الراحة البصرية، يعني لما يكون التشطيب يكون ممتاز ويكون فيه المبنى مبني باحترافية راح يؤدي إلى نتائج تعود كلها بالإيجاب على المالك والمستعمل. كذلك من وظائف قشرة المبنى إن صح التعبير أو غلاف المبنى يكون عنده هذا الإحكام في الإغلاق، يكون عنده حوالي 4 أو 5 فوائد تعود بالحماية من نزول الأمطار، الحماية من الرياح، العزل والإحكام في الحماية على الحفاظ على الحرارة الداخلية، عدم التسريب،
كذلك طبقة التضخم والحماية من الحرارة العالية. طبعا الآن ظهرت فيه كثير من أدوات المعالجة أو أدوات العزل الحراري، العزل المائي، وطبعا فيه ناس محترفين في هذه المجالات. كذلك فيه مواد بناء كثيرة، والآن صارت فيه منافسة يعني في الأسواق والنوعيات. طبعا من أجل إنجاز مبنى بغلاف ممتاز صح التعبير، نحتاج إلى أيدي عاملة يعني تكون ماهرة، يعني يكون فيه إتقان في الأداء وفي استعمال مواد البناء وفي التجهيز. أيضا لازم تكون فيه الحماية من الحرائق، مواد البناء ضد الحرائق، كذلك الحماية من أو تقليص الأحمال والجسور الحرارية. طبعا نضمن انه فيه احكام او غلق، ما فيش يعني تسربات، ما فيش يكون غلق تام صح التعبير، يكون محكم. طبعا كذلك يكون فيه حماية من الرطوبة، من تسريب الرطوبة. توجد زي ما مثل ما ذكرت، توجد عدة الآن تقنيات وأدوات في الأسواق من أجل العزل الحراري والعزل المائي. فيه أنظمة الآن محكمة، وصارت العملية يعني فعلا متطورة جدا، وفي عدة خيارات. ليش إحنا دائما لازم يكون عندنا اهتمام بالإغلاق التام صح التعبير، أو إحكام الغلق من أجل منع تسرب الرطوبة، الحماية من صح التعبير المولد والموستر الرطوبة، من أجل إيجاد بيئة صحية للإنسان، من أجل تحاشي بعض الأمراض المزمنة تكون بسبب بعض الطفيليات، تكون بسبب الرطوبة اللي تؤدي إلى ظهور بعض المعاناة صح التعبير. طبعا هذا الإحكام المغلق أو العزل اللي يكون محكم راح يؤدي إلى الحماية من الرياح، الحماية من الحرارة العالية، يخلي المبنى يكون عنده أداء أمثل لرطوبة حرارية عن طريق منع أو تقليل دخول الرطوبة إلى المبنى أو تسريبها، بالإضافة إلى ضمان قدرة تجفيف كامل، يعني تكون fully dried، يعني تكون جافة وآمنة. من أجل هذا التصميم لازم تكون فيه أمان للرطوبة وخالي من التلف، لأنه هذا راح يكون عنده تأثير على مواد البناء، لأن الرطوبة راح تكون عبارة عن كانسر بيأكل المبنى. طبعا المبنى يكون عنده مكونات وأداء للراحة الحرارية للإنسان داخليا، تكون عن طريق ضمان هذا الأداء الحراري، يكون عن طريق ضمان في مراحل التصميم الأولى من أجل غرض، وهو القيمة الحرارية من أجل بناء بيئة صحية داخلية آمنة. طبعا ليش احنا يعني نركز على إحكام الغلق صح التعبير، أو السيلينج أو العزل المتقن؟ هو من أجل إيجاد طبقة مانعة يكون فيها قابلية لتنفس المبنى، لكن تكون مقاومة للرياح. أيضا تكون موجودة على الجدران من أجل التقليل من الرياح على أداء المبنى. تكون هذا الغلق المحكم يكون عبارة عن أداة محسنة للطبقة العازلة، يعني نحتاج إحنا نعمل العزل، لكن لما تكون الإحكام الحرارة تبقى محافظة داخليا يعني في المبنى، نقلل من استنزاف فقدان الحرارة، نقلل من استنزاف الطاقة.
نقلص من فواتير الكهرباء من أجل أن نجد راحة محسنة مقبولة للإنسان بشكل عام. يعني مواد العازلة تكون فيها، تكون فضفاضة، تكون فيها بعض المكونات الطبيعية مثل السليلوز أو الصوف المعدني، بالإضافة من أجل إيجاد بيئة لراحة الإنسان يدخل فيها كمان العزل الصوتي. تعرفوا أنه الضوضاء كذلك تكون عامل من عوامل عدم راحة الإنسان. كذلك التقليل من أدوات، صح التعبير، من أدوات الميكانيكية، يعني من أداء الطاقة. فنلاحظ هنا في هذا المخطط، الخط هذا الأحمر اللي هو عبارة عن ريد لاين، بيكون عبارة عن الإحكام، صح التعبير، أو إحكام الغلق أو الغلق بشدة. ليش؟ لأنه الغرض منه يمنع التسريب، يمنع التضرر الهيكل المبنى، يكون فيه تكثيف لنسيج المبنى، يكون متضام. هذا عنده عدة عوائد، يعني يعزز الراحة المعيشية للإنسان. أيضا هذا التجفيف، صح التعبير، أو تراكم الهواء البارد اللي يكون في، خاصة في الأدوار الأرضية نتيجة بعض التسربات. طبعا يجنب أيضا تسرب الملوثات اللي تدخل في هواء الإنسان. تعرفوا الآن فيه كثير من البحوث اللي مؤخرا بسبب جائحة كورونا يعني ظهرت، تجرى على بعض المباني من أجل قياس كميات الهواء اللي يدخل من برا ولا يكون اللي موجود في الداخل أو المتنقل، خاصة في الأماكن العامة اللي يكون فيها التكييف المركزي. طبعا من أجل تحسين جودة الهواء، حيث يصبح دوران الهواء الموجه في الداخل يكون ممكن، يكون كذلك شرط من شروط التهوية من أجل الحفاظ على راحة الإنسان، بالإضافة إلى الحفاظ على الطاقة من خلال تقليل استعمال أدوات الميكانيكية والكهربائية. أيضا تقليل التدفق والتسريب حتى ما تكونش فيه خسائر في التهوية، بالإضافة إلى الحفاظ على الطاقة من خلال التأثير والتقليل، أو إن صح التعبير الترشيد، يعني نستعملها في بعقلانية. طبعا هذا الاير تايتنس أو ما يسمى بالإغلاق، لازم يكون في مراحل الأولى من مراحل التصميم. يعني بيكون كذلك يكون عبارة عن متابعة ميدانية، في حتى نضمن، توجد عدة حقيقة تقنيات لتوصيل الشبكات المختلفة، أيضا لعملية وضع النوافذ والفتحات، لازم يكون تكون بإحكام، ما تسمحش لأي تسريبات عفوا. طبعا عندها فوائد كذلك على راحة الإنسان من أجل منع الفطريات، لأنه لما يصير فيه بعض التسريبات في بعض المباني، تلاحظوا زي ما نشوف في هذه الصور المؤلمة نتيجة الإهمال أو نتيجة عدم إتقان العمل أو غياب الخبير أو غياب المواد الصحيحة أو التقنيات الصحيحة، تلاحظوا وجود هذه الفطريات. وطبعا يكون عندها تأثيرات كثيرة سلبية على راحة الإنسان، تؤدي إلى انتشار بعض الأمراض، خاصة زي ما قلت في هذه الفترة الأخيرة صارت فيه
تحسس كبير من انتشار المرض هذا الكورونا، الله يعافينا واياكم جميع الامه وجميع البشريه. يعني طبعا لما نتكلم عن الاغلاق المحكم والعزل، ويؤدي بنا الدور بالتساؤل عن المبنى وتكوينه. طبعا المبنى لازم يكون عنده فيزيكس او صح التعبير ومنظر فيزيائي لائق، يكون فيه تصميم مقبول، يكون فيه احكام في عمليه كفاءه طاقه المبنى، يكون كذلك فيه راحه، يكون فيه في متناول الناس، يعني ما يكونش عنده فاتوره عاليه. كل هذا من اجل الحفاظ على صحه الانسان وكذلك على صحه جيوب الناس، يعني يكون فيه اقتصاد، يكون فيه ترشيد. طبعا من مبادئ المباني السفريه في التصميم راح يكون لازم يكون عنده very high energy performance، يعني يكون عنده أداء عالي في أداء الطاقة. كذلك يكون very significant standby energy from renewable resources، يعني تكون عدة بدائل أو استعمال الطاقة المتجددة. تكلمنا عن building shape، يعني يكون شكل المبنى مش فقط نتكلم على الشكل الجمالي، لكن نركز على الشكل الفيزيائي للمبنى، ما تكونش فيه تسريبات، ما تكونش فيه. بالإضافة إلى دراسة الزوني للأكتيفيتيز، يعني جهة المطبخ مع جهة مع قاعة الجلوس مع قاعة النوم مع غرف، يعني يكون فيه خريطة ذهنية لتصميم الأكتيفيتيز. طبعا يكون فيه عزل صح التعبير فعال من غير اي تسريبات او بعض الجسور الحراريه. طبعا يكون كذلك efficient heat recovery، يعني يكون فيه تهويه طبيعيه، يعني الاعتماد على التهويه الطبيعيه مهم جدا، بالاضافه الى وجود مصادر للطاقه البديلة والمتجددة. توجد حقيقة أربع خطوات رئيسية لتصميم مباني آيلة للطاقة الصفرية أو آيلة أو اقتصادية في الطاقة. الخطوة الأولى اللي هو خطوة تصميمية اللي هو Passive Solar Design، اللي هو التصميم السلبي يكون موجه ب اتجاه او صح التعبير محاكاه في حركه الشمس. الخطوه الثانيه اللي هو فعاليه القوقعه الخارجيه للغلاف المبنى. الخطوه الثالثه اللي هي فعاليه استخدام صح التعبير او عمليه التبريد والتسخين تكون فعاله، بالإضافة إلى توريد الطاقة من الموقع، سواء من المبنى أو الموقع ليكون قريب من المبنى. هذا وإن كان مرحلة يعني متقدمة جدا. من التصميم في الحقيقة توجيه المبنى مهم جدا في عملية تصميم المباني الصفرية ذات الطاقة الصفرية. طبعا دائما نشوف كيف نتبع حركه الشمس من الشروق الى الغروب، وين تكون، تعرفوا انه من الشروق الى الغروب تكون تمر بجهه الجنوب، معناته المنطقه الجنوبيه تكون اكبر منطقه لاستقبال الطاقه الحراريه. فلذلك يعني من المستحسن او من التوجيه أن تكون كثرة الشبابيك أو الفتحات الكبيرة للشبابيك تكون جهة الجنوب،
لانه تستقبل طاقه. طبعا بعض الناس يقول ليش، لانه ممكن في الحر حتكون طاقه حراريه كبيره وتكون، لا هو في الحقيقه الاستقبال كطاقه، يعني اذا عملنا شو اسمه سولار بانل يعني راح تجذب طاقه اكثر. طبعا في الصيف او في بعض الاوقات من النهار لما تكون الشمس متعامده راح تعالج بالستائر. حتى الان صارت فيه عده ادوات للمعالجات للواجهات، الان فيه ستائر عاديه، ستائر معالجه، في انظمه اوتوماتيكيه، يعني هذه كلها عباره عن معالجات. طبعا في احنا لما اذا حبينا المبنى يصير هو يولد طاقة، معناته لازم يكون عندنا باسيف هيتنج استراتيجيز، معناته لازم تكون المبنى موجه لاستقبال اكبر كمية من اشعاعات الشمس، تكون عندنا مناطق لتخزين الطاقة، راح نعتمد على طريقة التجميع والتراكم ثم عملية التوزيع مثل ما نشوف هنا في المخطط. هذا نموذج في الحقيقة لمبنى في أمريكا بجنب المبنى الشلال الشهير، كذلك عملوا عليه اكسبيرمنت لتوجيه المبنى لكيفية التهوية الطبيعية، استغلال أشعة الشمس. هذا بالنسبة لتوجيه المبنى في مراحل الديزاين، يعني تكون في البداية. الخطوة الثانية اللي هو فعالية القشرة الخارجية والفيزيائية للمبنى والغلاف المبنى. طبعا هذه الفعالية الآن مثل ما ذكرت قبل شوي تكون عن طريق معالجات للنوافذ والشبابيك، العزل، أدوات العزل الحراري، في عدة بدائل، وكذلك فيه عدة معايير ومقاييس ممكن نعرضها الآن على السريع، ممكن الوقت ما يكفيناش ندخل في كل هذه التفاصيل. المرحلة الثالثة من تخطيط أو تصميم المبنى للطاقة الصفرية اللي هو فعالية أو كفاءة فعالية التبريد والتسخين الكهربائي. طبعا فيه بعض الفراغات تحتاج الى تحميه في مواسم الشتاء ومواسم البرد، فيه مواسم الصيف ومواسم الحر الفراغات تحتاج الى انظمه تبريد. لازم الادوات الكهربائيه اللي تستعمل في البيت او في المبنى سواء استعمال يومي تكون كذلك تكون افيشنت، تكون عندها كفاءة الطاقة. والان الشركات كلها لما تشتري اي منتج الا ويعطوك معاه توصيف لكفاءة الطاقة، سواء كان فرن، غسالة، ادوات تبريد، انظمة تكييف، كلها الان. فالانسان الان لما يصمم مبنى يكون فيه طاقة حرارية يعتمد كذلك لازم يحط في الحسبان الادوات اللي يستعملها تكون كلها ذات كفاءة عالية. والآن يعني كل شيء متوفر في الأسواق بمعايير الجودة وتحت مراقبة الأجهزة التجارية لحماية المستخدم والمستهلك. المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة توليد الطاقة من الموقع، طبعا يكون عن طريق بعض الألواح الشمسية، يكون عن طريق بعض المضخات اللي هي بامس، بعضها تكون من استخراج الحرارة من باطن الأرض، من بعض أدوات التخزين، بعض أدوات التبريد، كلها عبارة عن طرق ذكية لإنتاج الطاقة. يعني يصير المبنى حقك يصير هو ينتج طاقة، وتصير مثل ما يوجد في بعض الدول المتقدمة، يعني من مبنى حقك تصير أنت تبيع الطاقة وتورد. هذا عموما عن فيما يخص فكرة المباني الصفرية. نجي الآن نتكلم
طبعا انا مش حابب ادخل في كثير من التفاصيل، بس نعرض عمليه تنسيق منظومه البيم بي اي ام مع منظومه المباني الصفريه، طبعا من اجل التحسين. هو هذه المباني الصفريه عباره عن مباني مثل المباني التقليديه، يعني راح تحتاج الى منظومه البيم. طبعا الان راح نعتمد على منظومه نمذجه معلومات المباني بالاضافه الى نمذجه طاقه المباني. فيه الان كثير من البرامج او السوفت ويرز الحاسوبيه لحساب كمية الطاقة، لحساب الأحمال الحرارية، لحساب. فإحنا رايحين الآن ندمج المنظومتين مع بعض. نشوفوا هنا منظومة البيم في كل مراحل من التخطيط والتصميم إلى الإنجاز إلى مراحل دورة أداء المبنى والصيانة والتكلفة. ونشوف هنا على اليسار فكرة المبنى مبنية على مدخلات ومخرجات المبنى كلها طاقوية من أجل التبريد والتسخين والتحمية، التهوية، تسخين الماء. كل هذا مبني على بعض الأدوات لكفاءة ذات كفاءة طاقوية. طبعا مراحل كيف يعني ندمج المنظومتين مع بعض، او كيف نسخر منظومه البيم مع منظومه بيلدينج انرجي موديلينج او ادواتها، راح تكون عن طريق سيت اب اوف سايت لوكيشن. يعني نختار الموقع ثم نوجه المبنى، نحدد حدود المبنى، نحدد شكل المبنى، الادوار اللي فيه، نحسب يعني كم عندنا مساحات مسطحات. راح نشوف هذا الغلاف المبنى كله، ثم نعمل اكسبورت لموديل حق البيم، ثم نعمل امبورت لادوات قياس الطاقه او نمذجه طاقه المباني. ثم في الحقيقة يظهر تكون عندنا ريزالت تكون شبيهة بكذا، يكون عن طريق السوفت ويرز. الآن فيه جرين اركيتكتشر لاب، فيه جرين اركيتكتشر ستوديو، فيه بعض الاوتوديسك، يعني مطلعة كثير من البرامج المساعدة من أجل حساب كمية الحرارية في التظليل، توجيه المبنى، سولار دايجرام، كميات الإنارة الطبيعية مع الإنارة الكهربائية والاصطناعية صح التعبير. مثل ما قلت أنا يعني نعرض كذا على السريع حتى يكون يكفينا الوقت. طبعا الجدول هذا كذلك يوضح برنامج المبنى، يعني من اللوكيشن، من متطلبات التهوية، الأوكيبانسي، الجدول الزمني، العوامل المناخية أو البيئية صح التعبير، الخدمات، الماء الساخن، التبريد، كلها حتكون في برامج لي المبنى او بروجرام فور ذا بيلدينج. عندنا كذلك البيلدينج فورمز اللي هو شكل المبنى. الان تعرفوا يتمثل هذا الشكل المبنى في ادوار، في مساحات، في مناطق لوظائف لاكتيفيتيز او وظائف معينه. كذلك عدد الاسبكت ريشيو يدخل فيها ويندوز فراكشن، لوكيشن، أنظمة الستائر، التظليل، توجيه المبنى، يعني كلها حتكون في تحت مسمى شكل المبنى.
ثم نجي إلى تفاصيل شكل المبنى، في غلاف المبنى حيكون في يتمثل في الجدران الخارجية، الواجهات، الأسقف، الفتحات، النوافذ، تفاصيلها. يعني هذا تقريبا بالنسبة لمنظومة في الانبوت. ثم نجي إلى الإكويبمنت اللي هي الأدوات اللي راح نستعملها في الأنظمة الميكانيكية والأنظمة الكهربائية. الأوتبوت كمخرجات طبعا راح يكون عندنا ثيرمال نيد اللي هي احتياجات حرارية، تكون عندنا الطاقة الموردة صح التعبير أو المنبعثة، اللي هي التسخين، تبريد، الانترنال اكسترنال لايتنج، الإنارة، التهوية، الفانس، يعني كل هذا عبارة عن توريد للطاقة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة اللي هي تكون عبارة عن كهرباء، تكون عبارة عن غاز، فيول، أويل، and so on. هذه بالنسبة للمخرجات. طبعا فيه مراحل اللي ممكن نستعرضها كده على السريع مع بعض. تكون هذه المراحل لكيفية إيجاد توجيهات أو جايدنس لاستخدام المبنى، لاستخدام الأدوات الكهربائية، الأنظمة الميكانيكية والكهربائية. راح نكون كذلك نقوم بعملية auditing and assessment، كذلك نوفر استشارات للطاقة، كفاءة الطاقة، كذلك للمناخ الداخلي المستهدف صح التعبير الاندور كلايمت. راح كذلك نمشي في متطلبات الكلاينت و التشريعات والمعايير اللي تحكمها معايير وقود البناء. ثم راح نقوم بعملية تطوير للنموذج المبنى والتصميم المعماري مع حساب كميات استهلاك الطاقة، كذلك كميات أو تكلفة عمر مراحل المبنى، كربون فوت برينت. راح كمان نعمل سيميليشن لتأثيرات تصميم المبنى من ناحية الجسور الحرارية، من ناحية الإنارة، راح نستغل كذلك الإنارة الطبيعية. كل هذا راح يكون في هذا المخطط ليدمج بين الموديل، بيم موديل والبيلدينج انرجي موديل وادواته. طبعا هذا كله موجود الان في سوفت ويرز، وفيه عده الان تدريبات في الريفيت نافيس وورك. انا فقط نتكلم اليوم على الكونسبت. طبعا تكون فيه كولابوريشن وتعاون وتنسيق ما بين كل الأطراف اللي مشاركة في المشروع، من ناحية من مراحل الابتداء، من ملاك ومسيرين، مهندسين، معماريين، ميكانيكيين، كهربائيين، إداريين. يعني كل هؤلاء لازم يكون عندهم تنسيق وتعاون في كل الخطوات من التصميم إلى التنفيذ. طبعا هذا على السريع نعرض الكولابوريشن اللي حتكون في السوفت وير حق نافيس وورك، كيف يكون الموديل. ما راح نشوف المراحل، اختيار بعض العناصر والبروبرتيز، ونشوف كذلك في الأنظمة الميكانيكية، الأنظمة الكهربائية، أحيانا يكون في بعض الكلاشات راح نحلها،
وانا اظن كثير بين عربي عملت كثير من الدورات ومن المحاضرات، جبت كثير من الخبراء. يعني هو موضوع تعلم برامج حاسوبيه مثل ريفت والنافيس وورك، راح تدخل فيه كل هذه التفاصيل اللي نعرض فيها كده على السريع، من ناحيه الكوست مانجمنت، من ناحيه كوانتيتيز. طبعا العمليه في الحقيقه ليست من اختصاص المهندس المعماري، او اقصد يعني لا تكون حكر على المهندس المعماري او المدني او المهندس الكهربائي او المدني او الميكانيكي او اي احد، يعني لا يمكنه ان يستفرد بالموضوع. هو عمليه تنسيق، عمليه تضافر جهود، عمليه مشاركه وتبادل المعلومات. طبعا نشوفه في البروسيس او عمليه الديزاين التقليدي، كان الكونسبت و سكيماتيك ستيج والديفلوبمنت كلها كانت حكر على المعماري. وبعدين في مرحله التطوير يدخل المهندس المدني، ثم بعد فتره يدخل المهندس الكهربائي والميكانيكي، يعني يشركوا في مراحل متاخره. الان في منظومه البيم، الان الجيم يعني اتس تشينج توتال، يعني البيم غير اللعبه كلها. ففي مرحله الكونسبت الان لازم يشرك المهندس المعماري مع المهندس المدني مع المهندس الكهربائي والميكانيكي والمختص في الطاقه، يعني كلهم يكونوا مع بعض في مرحله الكونسبت لتصميم مبنى صفري، يعني يكون فعال لكفاءة الطاقة، ثم يشرك الجميع في كل المراحل. طبعا منظومة البيم غيرت كل اللعبة، وللأسف يعني ما زالت العملية بطيئة في عالمنا العربي، يعني مقارنة بما هو موجود الآن في الغرب. يعني فعلا بدوا يخطوا خطوات كبيرة، ولكن الشيء اللي أنجح العملية وسرع العملية هذه هو التشريع. يعني صراحة في UK وفي بعض الدول المتقدمة صار فيه ماست أو إجبار على استعمال منظومة البيم لتوفير الجهود، لتوفير الوقت، للتنسيق، للجودة، يعني فيها عدة عوامل. فإن شاء الله احنا نتمناه في بلداننا كذلك يصير فيه تشريع ملزم للجميع من أجل توفير الجهود وتحسين نوعية المباني والحفاظ على البيئة، الحفاظ على الطاقة، الاستدامة يعني للأجيال القادمة، الحفاظ على جيوب الناس، على صحة الناس يعني وعافيتهم. طبعا هذا الابروتش لازم يكون فيه تناسق في مراحل التصميم، مراحل التصنيع، مرحلة البناء، راح يكون عن طريق بعض الأدوات اللي هي الأدوات التصميمية، أدوات تقييم المباني، وبعض الميكانيزمات في كبنش ماركس، يعني يكون فيه كذلك بعض البرامج الحاسوبية للمحاكاة. والآن كذلك الأمور يعني فعلا تطورت بشكل كبير جدا. هذا الانتر ديسيبلينري ابروتش من أجل إيجاد مباني صفرية للطاقة، يكون فيها ابتكار في التصميم، في عملية التصميم، كذلك إدماج وتنوع في التكنولوجيا. الآن دخلت فيه عدة أدوات IoT، Artificial Intelligence based all on integrated design، يعني عملية متكاملة
ده يكون فيها فريق يكون فعلا عندهم تنسيق، وكلهم يكونوا ملمين بعملية التصميم أو فكرة المشروع. طبعا لما نقولوا نت زيرو انرجي بيلدينج، يعني مش هي ليست مهمة بناء أو مهمة مهندس معماري أو مهندس طاقة أو مهندس ميكانيكي أو كهربائي، بل هي مهمة الجميع. يعني لازم يكون فيه وعي، يكون فيه دراية بقيمة هذه المباني من أجل التوفير، من أجل كفاءة الطاقة، من أجل بناء مباني مريحة للإنسان. طبعا توجد عدة أدوات، فيه عدة برامج، فيه عدة الآن تخصصات، كلها صارت متداخلة وتصب مع بعض. طبعا هذه المباني الآن يعني مستقبل، ليست بذخ أو ابتكار أو حاجة، يعني هذه لازم تكون مستقبلا ضرورة ملحة لكل البشرية. The beauty of need to make it يعني تكون مباني ذات يعني عندها كفاءة وعندها مردود على كل المستعملين وكل الأطراف. أشكر حسن استماعكم وحضوركم، وسؤال الآن المجال مفتوح للمناقشة، ممكن نستفيد منكم، نسمع منكم، وإذا فيه أي استفسارات أو أسئلة فمرحبا بالجميع. كذلك إذا فيه أي مساعدة أو شيء ممكن تفضلوا، الإيميل موجود على الصفحة وكذلك على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وشكرا لكم. جزاكم الله كل خير يا دكتور، محاضرة شيقة ومعلومات قيمة جدا استفدت منها. لو حد عنده سؤال بس يعمل راس هاند. لو حد عنده سؤال في حد بيسأل، هل المهم جدا ان احنا نحصل على شهادات زي الليد، ولا المهم ان احنا نشتغل ده في المشاريع بتاعتنا؟ ما سمعت السؤال ده، ممكن تعيده؟ هل شهادة الشهادات زي الليد والبريم مهمة، ولا الأهم ان احنا نشتغل بيها في المشاريع؟ طبعا هي تكون يبدأ التعميم تدريجيا، يعني لأن الحاجات لما تكون جديدة يعني يأخذ وقت حتى الناس تستوعبها. أحيانا الناس فيه دائما مقاومة للتغيير، مش سهل إنك يعني تفرضها، بالحقيقة تأخذ وقت، تأخذ زمن يأخذ لأجل التغيير، وهذا طبيعي جدا لأنه محتاجة الناس تتعرف على المنتج هذا أكثر، محتاجة يعني عدة عوامل لانتشاره. تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير. في أي حد عنده أي أسئلة؟ أو في باشمهندس محمد عمر، اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس محمد اتفضل. أستاذ محمد، لو حضرتك سؤال، تقريبا في مشكلة في الصوت. مساء الخير. أهلا تنور وسهلا. أستاذ محمد. الصوت مسموع تمام كده؟ تمام، اتفضل. كنت عاوز أسأل إيه رأي الدكتور في موضوع النانو تكنولوجي بالسستينابيليتي، يعني هي فكرة من ناحية الطاقة والـ CO2 consumption،
او سي او 2 ايميشن، يعني هي فكره ان الطاقه دلوقتي زي ما هو عرض في الاول ان 40% من موضوع الطاقه من استهلاك الطاقه بسبب المباني، فدي مشكله كبيره ولازم نوصل لحل فيها، يعني ان احنا نقلل من استهلاك الطاقه مستقبليا، وده طبعا يعني من خلال النت زيرو انرجي بيلدينج. فهل سؤالي هنا يعني هل ايه رايه في موضوع النانو تكنولوجي بالطاقه؟ يعني هل في مستقبليا ممكن يكون في تداخل النانو بالاركيتكتشر من ناحيه تقليل الطاقة؟ أكيد، يعني عندها اتصال وثيق الحقيقة. النانو تكنولوجي الآن حيدخل حتى في تصنيع مواد البناء، يعني هذه مواد البناء لما تكون سواء كانت مواد أساسية أو مواد للعزل كلها، يعني التكنولوجيا النانو حتكون مساهمة بشكل مباشر أو بطريقة أخرى في صناعة مواد البناء أو صناعة حتى هذه المباني السفرية، يعني عندها علاقة وثيقة بهذه المباني أو بهذه التكنولوجيا الجديدة. طيب يا دكتور، في سؤال بيقول لو احنا عملنا عزل تام للمبنى ده بيعمل طبيعة هواء غير صحية رغم الحلول المقدمة عن طريق التهوية. لو عملنا عزل تام للمبنى ممكن يكون ده سيء للهواء الداخلي، فايه راي حضرتك؟ في الحقيقة احنا لما نقول العزل احنا مش حاطين المبنى ده عبارة عن بوكس يعني مسكر. طبعا التهوية الطبيعية مهمة جدا، يعني في يعني احنا اهم شيء ما يكونش عندنا تسريب. لما نقول العزل ما يكونش عندنا فتحات صغيرة في بين الفتحات في الشبابيك، ولا هو المشكل مش في التهوية ضرورية، يعني تكون فيها تهوية طبيعية يكون فيه. الإشكال هو في تنفيذ في المشاريع، أحيانا تبقى بعض الفجوات، تبقى بعض نتيجة عدم الإتقان في العمل سواء من البناء أو من النجار، حين لا تؤخذ بعض المقاييس بالضبط فتبقى بعض الفراغات، يعني هو هذا هو المشكل. يعني والا العزل مش حتكون انت في سجن او زنزانه مسكره، بالعكس الان التوجه انك تعمل شبابيك تكون واسعه كبيره من اجل التهويه الطبيعيه. وطبعا لما يكون في الشتاء او في الحر حتسكر، لما تقفل حيكون الاقفال يكون محكم، يعني ما يخليش لتسريب الحرارة الداخلية، أو في الشتاء في البرد ما يسمحش بتسرب البرد من برا أو الرياح من يعني هذا هو الإحكام اللي يقصد فيه الغلق المحكم، يعني هو مش غلق يعني أنها تصير في علبة السردينة أو الزنزانة، لا بالعكس الآن التوجه في جعل الشبابيك تكون أكبر ويكون عندها تسمح بدخول تيار هوائي بقوة، تعطي منظر جمالي، يعني عندها عدة ميزات وإيجابيات. طيب، في سؤال للبشمهندس ياسر السعود، ما هي نصيحتكم للمهندسين حديث التخرج؟ أجين نصح المهندسين اللي حديث التخرج لسه متخرج جديد. والله أنا المهندسين حديث التخرج أنا أبشرهم أنهم محظوظين، هم الآن جو في منظومة، يعني الآن منظومة متكاملة. أنا ننصحهم أنهم يتدربوا يتعلموا كثير من المهارات. الآن التكنولوجيا صارت مفتوحة، يعني كل شيء بكليك وضغطة زر. أنا لاحظ الآن إحنا لما كنا نتكلم في الأخير على تضافر الجهود، المهندس الآن سواء كان معماري أو مدني أو يعني لا يحط نفسه في قوقعة مسكر عن المجالات الثانية. بالعكس أنا سعدت بسؤال الأخ اللي يسأل عن نانو تكنولوجي، اللي يسأل
الآن إحنا الآن رانا في ألفية جديدة، رانا في وقت التكنولوجيا، فالمعماري لازم يكون يفهم في الاي او تي، يفهم في الارتفيشال انتليجنس، يعني كل واحد فينا الآن، حتى الطبيب الآن لازم يكون يفهم في البيوت هذه الصفرية، يفهم في الطاقة. يعني الآن صح إحنا كل واحد فينا متخصص، لكن لازم الآن يكون كلنا فاتحين جسور للتواصل مع كل التخصصات. يعني إحنا الآن لسنا في وقت، يعني أنا في تخصصي ومسكر على نفسي في قوقعة أو مهمنيش الثاني، بالعكس الآن لازمنا ننفتح على بعضنا البعض، ننفتح على كل التخصصات، كل واحد فينا لازم يأخذ من كل بستان زهرة. يعني تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير، وألف شكر حضرتك على المحاضرة الممتعة ديت، وشكرا للحضور. إن شاء الله نقدر في الخدمة كذلك. يعني ألف شكر حضرتك. بالمناسبة أنا الآن في حق أسست، عملت موقع جديد حق، هو فقط يعني من أسبوع، أو حيكون طبعا في خدمة هذه المنظومة، سميته بنيان تكتر، هو عبارة عن توعية في العالم العربي لتكنولوجيا البناء، سميته بنيان تك. أنا نفتح أي حد فيكم يبغى يشارك بمقال، يبغى يشارك بنقد، حتى يسلم علينا، يعني ما عندنا مشكلة، يعني نرحب. هو عبارة عن حقيقة بلاتفورم لنشر الوعي في العالم العربي، حتى نرفع وننهض بدولنا وبشعوبنا، حتى تاخذ قسط من الراحة، قسط من جودة الحياة. وأشكركم كذلك على حسن الاستضافة. أنا آسف دكتور، بس عندي سؤال. تفضل. السلام عليكم. سلام الله. الله يبارك في سعادتك. كنت بس بالنسبة إزاي أحقق المقال دوت في المباني القائمة؟ في الحقيقة المباني القائمة الآن تقدر عن طريق المعالجات. بالضبط. يعني معالجات العزل الحراري، العزل المائي، يعني صح التعبير يكون في عبارة عن ريفارب. الاستفادة كمان من أدوات كفاءة الطاقة. الآن أنا لما نشتري مكيف، نشتري ثلاجة، أدوات يعني استخدام في البيت كلها لازم تكون الآن تكون ذات كفاءة في استخدام الطاقة. وعن طريق المعالجات الآن كذلك، المعالجات صارت فيه عدة بدائل، الآن صارت فيه ستائر، فيه أدوات، مواد للعزل. يعني احنا مش رايحين نهدم المبنى ونعاود نبني مباني صفرية من الزيرو، وإنما عن طريق المعالجات كذلك نقدر نوصل. ومثل ما يقول لك سددوا أقاربوا، الإنسان حتى ما يضيع كل، احنا مش شرط تكون عندك مبنى صفري صفري، بس يكون آيل إلى الصفر، يعني تقلص الطاقة قد ما تقدر. يعني شكرا، جزاك الله خير. جزاكم الله كل خير. انا دخلت على الموقع ان شاء الله فيه معلومات قيمه، وان شاء الله ان شاء الله. ايوه احنا كنا احنا الان يعني نفتح فضاء نأدي المسؤوليه اللي موجوده علينا، يعني في النهوض بامتنا. يعني ونشكر جهودكم كثيرا فعلا، يعني احنا استفدنا كثير من بيم ارابيا، واستفدنا من هذا المنبر يعني، وان شاء الله تكون بادره خير للتعاون المستقبلي. يا رب بإذن الله. جزاكم الله كل خير.